صديقتي، أنا عارفك، شكلي عارفك، شفتك في مكان. ممكن شفتيني في التلفزيون أختي. لا لا لا، أنا متأكدة أنا شفتك وجه لوجه. شوفي أنا دكتورة، يمكن أنت جيتيني العيادة أو أنا سويت لك زيارة منزلية. خلود، هذا فستانك وهذه غرفة القياس، بس جربيه وإذا في عندك أي تعديل قولي لنا قبل أسكر. ممتاز. ذكرت، إيه، أنت اللي كنتي عند هذاك المجنون. الحمد لله، وشلون نجيتي منه؟ أي مجنون أختي، إيش تخربطين أنت؟ أنت يمكن ما تتذكريني، أنا الدكتورة اللي جيت وعالجتك. أنت كنتي مريضة ومنسدحة على الأرض وحالتك حالة، أنا جيت وأنقذتك. أنا مستحيل أنساك، شعرك قصير أسود، ما أدري إيش كان مسوي فيك ذا المجنون. تدرين أنا من يومها أنا تركت شغلي، أنا ظلي صرت أخاف منه. بس أنا عمري ما كان شعري أسود وقصير، طول عمري شعري طويل. أنا ما أدري، بس نفس الملامح نفس الملامح. أنت قاعد تتكلم عن أختي لينا؟ أختي لينا تعرفين وينها؟ فيه وينها؟ فيه تكلمي انطقي. أختي ما أدري ما أدري، اهدي اهدي الله يهديك. أنا ودي أدري إنها وينها فيه، أو علمك ما أدري. أنا ودي أدري وأريح ضميري، بس ما أعرف. كانت ذيك البنت مريضة وحالتها حالة وصايحة في دمها، حاولت تنتحر بس أنا أنقذتها. انتحرت؟ ماتت؟ أنا أنقذتها، أقول لك أنقذتها. البنت كويسة، وش فيك؟ اهدي.